تشوف وارسم على كلمة تشوف وقف وقف امشي امشي ودني مطعم ليش ما في عشاء داخل اي عشاء الله يداك تقول لي عازم عشرة ألف واحد داخل بسود اركب اركب افتح الباب شي طولت زحمة يا عمي وتفتيش موقفين أمة لا إله إلا الله كلوني داخل كلوني يبغى يخلوني بلوم عشاء يا روح المطعم هذا اللي هنا يبيه ما بينهم ما بينهم كل يوم يبين إنه ما بي ما أنا نادنا كل يوم يزعلون بدوني ما بينهم ما بينهم بقعد ماني نايمة بقعد عشان ما يأذوني لا صرخون بدوني لا ما بينام ما بينام ما بينام ما بينام Thank you.
حال انت شلون ما في عشاء؟ انا لما كلمت فروز قال لي طالبين عشاء. احنا طالبين عشاء بس نزلنا العشاء الساعه 9، الناس هاي متاخر وكل واحد جايب لي ربعه ما كفه. يلا مو مشكله، هذا مطعم زين بعد وقريب. اي تكفى، ودنا اي مطعم مشاوي سندويشات، خلينا نوكلهم بس لا يفضحونا. لا لا حتى اكله زين. اي تكفى لا تفشلنا. تعال، انت متى سفرتك؟ صدق الحين ما ادري، ناطرهم يحطوا لي موعد. موعد شنو؟ موعد بناقش رسالتي، للحين ما حطوا لي اياها. سو الرساله جاهزه يعني؟ جاهزه مخلصها من زمان، بس بروح اناقشها. الا تعال، متى ملكتك؟ والله ما ادري، للحين ما حددنا. بس لا تحاتي، ان شاء الله بملك وانت موجود قبل لا تسافر. اي تكفى. ماني نايم، ماني نايمة، ما أبي أنام، ما أبي أنام. شغلنا على الاغاني خلينا نسمع شيء. رشود ها آه. شو بوريك هذا الفيديو منزلينه على اليوتيوب تدريبي انا وعطيه. هذا متى؟ امس بالنادي. شوف 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 شو اسوي فيه، شوف شو اسوي فيه. تكفى انتبه. عيد عيد عيد. شوف شوف شوف.
وايش فايلك؟ تعال تعال البلاجات، تعال البلاجات، تعال البلاجات، انا معود متوهق، ما حتى بخاخي خلص، تعال بخاخ ثاني في البيت، تعال بسرعه، تعال عند الابراج بس توصل دي على باي. اوه قايل مو قايل تنزل من السيارة؟ شكو انزل من السيارة؟ انزل من السيارة معود، انا بالعمي احس ماني قادر ابلع ريجي، مليون كحكة كحيت اليوم. طبعا قاعد كحكح، شوف وجهك شلون محتقن يا اخي، تحط لك وخاخ واحد بس، تحط لك واحد ثاني بالدرج احتياط شيء. ما له شغل البخاخ، انت ايش فيك؟ انا سيارتي توقفت وتوقفت كل حياتي اليوم بسبتها. ولا حرام هذا الاوردر اليوم راح علينا والله يعور القلب، وين يلك كذي اوردر قبلها بساعة ومبلغ كذي؟ يبا اي شيء شيء يروح، يبا رزق عادي عادي، تي تي شيء عادي هذا. المهم انت ايش تسوي الحين؟ تنزل زين، تريح، تنام عدل زين، باكر ورانا عرض، عاد قاعد تسوي لنا سوالف. الله سهل الله تسهل، بس خليني اروح اريح، انا انام معود حاس فيني فقر نوم، بريح وباكر بنقوم مثل ما يقولون الامور ان شاء الله سهله. ان شاء الله ان شاء الله، انا بهم بريح بالبيت، بقعد انام شويه ويصير خير. انت مو تسحب علينا باكر تكفى رحم الله والديك. ماني ساحب يا معود، انت قول ان شاء الله الجو بعد باكر يكون اوكي، ولا ما نسوي شو نفس اليوم حرام. يصير اوكي، يصير اوكي، بس انت نام عدل ومو تشفط علينا باكر. اوكي نام عدل، بنام عدل، سهلات. يلا دير بالك، دير بالك. ماشي ماشي، حياك هلا، ما تقصر اخوي. هلا هلا حبيبي، اصبر اصبر، خليني اخذ جنطه. بسم الله، يلا دير بالك. يلا حياك هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش فيك يا مام؟ ايش مقعدك؟ ما عرفت انام، اسمع اصوات في راسي. ولي هم بعد اصوات في راسك؟ ردوا هذول من متى كلموك الاصوات؟ واقف داري. بعد هم دارك؟ ايش الاصوات هذول اللي ما يطلعوا لك الا بالغرفه؟ ولي هذول نفس مشكلتي، مشكلة ترى ما حد يعرف لهم غيره، انا ادري فيك ادري. ايه بس شوفي انا عندي حل، لا تحاتين، انا عندي حل. اصوات وعد لا تقعد تجيب علي، مو وقتك. مي بعد ايش فيك؟ قاعد اخذ واعطي معك عشان اعرف، تدرين في احد غيري يعالج الموضوع هذا؟ مو قلت لك كل مره انا بغرفتي هم كان في اصوات وحليت المشكله؟ انت بس من تسمعين اصوات طولي على الاصوات اللي عندك. المهم معنا، قومي بس. ها من الحين اقول لك، إذا الأصوات طلعوا وتشكلوا على ناس وهذا لا تخافي. لا تقعد تخرعني مساعد، لا تقعد تخرعني. أيوة مساك الله بالخير. هلا 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 هلا. مو يبقى اليوم صارت لنا لويا ويا الربع، كنا على أساس بنسوي عرض وما صار، بنشرت سيارة واحد من الربع فتوهقنا. إي يعني شنو؟ بنشرت تولي السيارة، تولون أنت بفلوس، وين البيزات؟ مو عن ما في بيزات، ان شاء الله باكر بسوي عرض وبجيب لك بيزات. يعني اليوم ما قدرت والله، ما مو بيدي ايش اسوي. شو اليوم؟ هالريال مطلوب وراي اقصاد، ابي ادفع اقصادي. انت تكذب كذاب انت. ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. ان شاء الله ان شاء الله باكر يعطيك. طمي لك كف على وجهك انت. يبا الجنطه ما فيها الا اغراض الشغل، لا تقعد تقطهم بالارض. زين اغراض الشغل اللي يقول مهندس ولا دكتور؟ ارقاي اي اغراض شغل هذا؟ لا تقطهم يبا، والله اغراض الشغل قاعد اقول لك. ارقوز وضحك اليال وساعته ما يضحكون من وجهك. يا مشكور، وش الحين انت اكدت ان ما في شيء؟ صدقت ان انا ما لا 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 ادري بيك كذاب، نسيت ذيك المره خشخش الفلوس، لو ما فيش لك قدام رفيجك الهيس الاربع. يبا شو فلوسه؟ ما عندي فلوس انا، لو عندي فلوس كان شريت بلوزه بدل هذه مقطن فيها صار لي اسبوع قاعد البسها كل يوم. والله ما عندي، قاعد اقول لك اليوم ما رحنا سوينا شيء، ليش غصب طلعني كذاب يعني؟ فتش بالجنطه بعد. وش حق تشتري؟ عط ابوك بدال تشتري، عط ابوك يسدد دينه. شنو تشتري؟ مو لازم تشتري. Thank you.
ايش وقت؟ ها؟ يا ابو يا ان شاء الله ان شاء الله باكر من اصبح افلح باكر يعطيك يمكن ما عنده الحين باكر يعطيك ما اخذت شيء عمتي مو ما عنده الحين لا اليوم لحظه انت كم مره اقول لك من تتكلم لا تحكي له كف على وجهك ها ان شاء الله خلاص يبغى الحين انت شيكت قدامك في شيء لقيت دينار بالجنطه قلت لك ما عندي شيء اذا عندي شيء بعطيك ليش اكذب عليك خلاص يبغى الحين ما في شيء تبي شيء مشكور يعطيك العافيه خلينا نمشي انا تعال ما تسعي على وجهك تعطي ابوك ضاره وتمشي ها ما اعطيتك ضاري يا يبا انت فتشت بالجنطه حتى ما يعني ما احترمت كلامي قلت لك انا يبا والله ما قاعد اكذب عليك اليوم ما رحنا سوينا عرض خذيت الجنطه وقعدت قطع اغراضي كذي ماشي يا يبا ماني ياهل لا ياهل ريال ذبحت بريال لا ياهل لو ريال كان تجيب حق ابوك فلوس تجيب له بيزات الريال ما يدبه محتاج وكل هذا مو مدبر نفسي انا مو كافي قاعد اروح وقاعد ارد انا وانت مو معطيني حتى دينار ما قاعد تعطيني باليوم قاعد اضطر انا من الناس بالشارع حتى الجيران حفظوني كل يوم طاردني من البيت تكاسي كلها مالت المنطقه حفظوني كل يوم اضطر من واحد اقول له ودني لي ما يطلب منك حتى نص دينار كل هذا معتمد على نفسي تقول لي ريال بعد اي سلم اركب باص اركب تاكسي يا اخي حط هويتك عند البنزين يعبون لك ببلاش انت ما تعرف تصرف مريال لا يا مريال ما يصير عاد كل ما اسوي تقول مريال والله يا غلط كل ما قال له شيء قال له مريال شنو شايفني قدام عينك يبا والله العظيم الجيران كلهم يحفظوني من كثر ما قاعد افترب الشوارع انا كل ما اسوي اثرتني خلاص بطلع يبا بعد واضح السالفه بطلع ماني لا حاجيك يا اهل بتميال عاجبك ولا مو عاجبك لا مو عاجبني والله يبا صراحه في كلام انا خاشه بقلبي يبا انا ما عندي فلوس حتى اسوي طرمبه البنزين شنو انا عايش بروح بالبيت صراحه ما احس انك انت ابوي على وجهك تلقى الاسعاف خلتهم ودتهم الحين خلاص ونايمين ببيوتهم لا تحاتي خلاص لا تبيني في ياهل ياهل معاهم تعوذ من الشيطان قلت لك ما في الا الخير اذا قطني انا اتصرف قطني وانا قطك يبا امشي خلنا نروح الشاليه نقعد هناك خلنا نقعد بالشاليه ونتفاهم انت هدي بس هدي ولا يزل لسانك حق احد مو تقول حق احد ولا تدق على احد بس اركض خلاص تعوذ من الشيطان قاعد وراي ها قاعد احاكيك انت استحي على وجهك خالد تكفى خلني تكفى لا احط الحره فيك خلني امشي بروحي زفك حمق عليك حمق علي يعني قال شيء جديد انت طاردني من البيت كالعاده يلا ما يخالف بعد شنو تسوي لي بعد ما تعرف ابوك هذا شنو يعني ابوي انا ماني ياهل خالد عاد كل مره كذي قاعد يمسخرني ريال ايش كبري انا ريال غصب عن الكل مالك شغل بحق بس انت تعرفه يعني ما يثمن كلمته سكت من العيشه الخايسه انا خلاص ما صار شيء مديد علي شنو شايفني عند انا شنو زين اهدى خلاص انت الحين وين رايح ما تقول لي وين رايح بروح اي مكان تكفى خالد انت روح رد شوف لي تاكسي بمشي انت رد شوف تاكسي وين تروح انت خلاص يعني خلني يا اخوي خلني انا اي مكان بروح خلني تكفى انت روح خالد تكفى زين بتمشى معك شوي وين بتروح بتمشى معك ايش حاطه بجنطتك والله ما اخذ جنطتك طالع برا البيت ايش حاط فيها خلاص مو وقت خالد تضحك ايش حاط فيها بدله الرقاص
اي لا رقوش ضحك ما يضحك على فكره بس خلاص متعودين عليه بعد شو تسوي له يعني ابوك تغير راي ما يصير تغيره خلاص مره مرتين ثلاث ما يلحقني انت بعد حسبالك صدق بروح ادور تاكسي ايش اسوي لك بعد حاجيك خلنا نلعب بلاي ستيشن يلا خليك يسر راسك امشي ما العب بالبيت شوف اي مكان ثاني يبا بالديوانيه ما يحاكيك ماك شغل معي بالديوانيه ماك شغل فيك خالد على الاقل شي تقوم نومتك خفيفه زين صوت الباب قعدني كان راحت علي نومك شت بالموعد اي موعد غدا واليوم احنا متوعدين نطلع يميع خليها المغرب اي مغرب انا بعد الثاني عندي عشاء بالعبدلي خلاص خليها باكر شلون باكر بنتك كاشخه طايره بالفرحه تخليها باكر كل مره توعدها وتقول بعدين وبعدين يعني ربعك اهم من بنتك زين خلاص ابدل وجهي يلا ناطرتك بسرعه انتي بسم الله الرحمن الرحيم انت وينك لا في راسي وانا دورك انا هني موجوده بعدين ايش فيك اخترعتي شايفيني لا بس انا تدودهت انا يعني قلت خلص الشغل هني وبروح اشوف شغلي برا ان شاء الله ايه شغلك الفراره من بيت لبيت وياك شلت درجات وتحوسين وتخطبين حق العالم شغله برا بعد شو اسوي اخويا بخت من وفق راسين بالحلال وهم رزقه طيبه يعني سنعه حقي يلا زين وانا انت شنو بتصير خطابه بالنور سامحني ما سمعت عدل ما سمعت ايش فيك انت تولى بطوفها لك هالمره سمعيني زين الكتالوجات اللي عندك وتفترين من بيت لبيت اكيد مروا عليك بنات حلوين وصغار انا اقصد يعني اخوك محتاج واحده صغيره فقيره وحلوه وشرطها مو متزوجه تحقرين بعد انا ابي لي احد يدير باله علي مفلس وتبي تتزوج؟ من نور يعني شوف انا قصدي انا يعني ما عندي بنات صغار ما عندي خلصها وتزوجها وتسهلها وي لا إيه؟ الحين صارت على حظي ما في والكتالوجات اللي تارس البيت هذيله كلهم راحه وبناتي كلهم ما شاء الله تسهلها والسمره البيضه الحنطيه كلهم راحه ما عندي ولا بنيه على حظي الحين راحه اي راح والله سهل لهم وتزوجوا زين سمعيني زين خيش ترى مو لي حافي ومفلس حتى معاش تقاعد كله طار تدري الوانيت اللي اكد عليه اللي طلع قطع عليه اي بس اخوي انا الفلوس خاشتهم بس نسيت المفتاح وين ضي منور إيه خلاص ذكرت وين خلاص ذكرت Thank you.
الا مر عليك الحارس. ايش فيك يبا؟ لا تحاسي، ما فيهم شيء ترى الخوات. انا سالت عنهم، كلمت ولد عمي فيصل، قلت له يبا اهل واحد من ربع مسوي حادث، قال ما فيهم شيء لا تحاتي. صج؟ اي صج ابن الحلال ما فيهم شيء، يمكن بعد اليوم رخصونهم. انت متاكد انه ما فيهم شيء؟ اي متاكد، قلت لك لا تحاتي. بس شلون ما فيهم شيء؟ وايد انزفوا، وايد في دم. اكيد بينزفون. شنو انت اول مره تشوف حادث؟ الا ما قلت لي. اليوم مو بطولتك. ايه. شنو؟ تلعب؟ اي بلعب. فيك شده؟ ان شاء الله. زين، روح تريق وحط سيارتك هني، انا قطك البيت. لا لا، قطني النادي على طول. يلا ماشي. مساكم بالخير. طبعا انا كالعاده راح اسوي لكم شغلات حلوه كذي سحريه. سحريه صح؟ زين، اول شيء راح نبلش بشيء وايد بسيط، وايد عادي. شنو هذا؟ مربع الوان. الله الله عليك، مربع الوان. زين، شوف كل الالوان صح؟ صح كل الالوان؟ صح ولا؟ اوكي. انزين. في شيء؟ في شيء؟ في شيء؟ في شيء؟ ماكو شيء صح؟ اوكي. انزين. تذكرتوا ان هذا مربع الوان، كل الالوان صح ولا؟ نحطه داخل ونسكر. زين. شوف حبيبي. كم فرة تبينا فرة؟ أربعة بس؟ ثمانية. ثمانية ثمانية؟ ثمانية؟ أوكي. ثمانية 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 ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبع ثمان. أوكي؟ بطل؟ ألوان صح؟ أوبا 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 أوبا. كان ألوان، شلون شي صار؟ إنزين، إيش رأيكم نخلي لون واحد؟ خلي لون واحد؟ أوكي 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 أوكي. خلي لون واحد. أوكي. إنزين. كم؟ عشرة. عشرة؟ عشرة عشرة. أوكي؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر. بطل؟ سوي سوي سوي. أيوة 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 أيوة. أوبا. رايكم؟ هذه أول شيء سويناه. استانستي؟ شنو هذا؟ شو مستانس؟ كل اللي سويته مستانسة. إن شاء الله نسوي لك شيء بعد شوية طيرك. ما تشوفين شريا الغالية؟ إن شاء الله يا رب تقومين لنا بالسلامة. إن شاء الله أول ما تطلعين من المستشفى تفرحين فيني بيوم ولادتي. عسى هالأيدي اللي ربتني على العز والدلال ما تمسها أبد النار. أحبك يمه، أحبك من اللي غيرك. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا عمي، شلون اليوم؟ مثل كل مرة ما ترد علي. إيه الله يعينه إن شاء الله. طريق وكل ونا ماشيين فيه. عمي ما قلت شيء يا بنيتي بعد، مو كلامي أنا، هذا كلام الأطباء. ما قلت شيء، جبت شيء من عندي بعدين. أنت تدرين إحنا إيش حق بنفرح فيكم أنت ورشود، وبنخليك تزوجون، وهذا نبيها تستانس طقطقة وناسة وتفرح فيك قبل الله. تكفى عمي، الله يخليك. خلاص أنا فديها بعمري ولا أشوفها تتأذى. إن شاء الله يا رب الله يقومها لنا بالسلامة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الحين نسوي لكم شيء ثاني، تمام؟ شنو هذا؟ حبل. صح؟ حبل. حية. زين، هذا حبل كبير. حبل صح ولا؟ زين، الحين شنو راح نسوي احنا الحين؟ حبل. اوكي، نسوي لكم شيء يعجبكم. حبل قلنا صح ولا؟ هذا شنو؟ حبل. اوف. اوبا. اوكي. هلا حبيبتي عداوي. Give me one Kit Kat.
شلونك شو مسويه؟ انت وينك يا قاطع مسجد؟ تبي بوكلار؟ توتو بوكلار. ايه حبيبي الله يوفقك. شنو الخبر؟ حلسي رشا؟ متى رديت؟ لا ما عندي خبر، ما شفت الواتساب. شربي ماما. انا ما عندي ارقامها اصلا، كنت اتواصل معها عن طريق رفيجاتي بس. خلاص اوكي، ايه حين حين اشوفها. اوكي حبيبي يلا على يلا باي. ها يلا اسرع. ها بسرعة برافو أسرع. ها أبر يا سرين هوك يا سر. ها أسرع عاش. دفاع فوق دفاع فوق دفاع دفاع. اللي بيلعب معاك بيلعب بوكس، لازم إيدك على وشك فوق في الدفاع، ما تنزلش ثانية. ها تاني أسرع عاش. ها عاش أوكي. ها أجين. ها تحت. ها بسرعة تاني. ها اسرع 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 ثاني اسرع اسرع شد بسرعه. مش عايزك تقف ثانيه واحده فاهمني، مش عايزك تقف، عايزك تتحرك على ساقك على طول. رجلك ما تقفش، ايدك ما تنزلش من على وشك فاهم. اتحرك. ها برافو. ها اسرع شدي يا وحش شدي يا وحش. بسرعة بسرعة بسرعة. اثنين ورا بعض. ها اسرع. ها اثنين ورا بعض. ها اسرع يسار بسرعة. ها دفاعك بسرعة معاك. ها بسرعة بسرعة. الحين طبعا اللي مسويه شيء وايد خطر، ما يصير تسوونه في بيوتكم، اوكي؟ اللي راح اسويه وايد خطر، يعني محتاج واحد شويه كبير. منو يي؟ منو منو؟ تي؟ لا. قول لهم اي ايد ما تستخدمها ما تحبها، اي واحده؟ هذه ما تحب اليسار؟ تعال اوقف مني. تعال تعال تعال. شوف، اول شيء عشان اقول لهم واقول لك، هذا شنو الحين؟ هذا طال عمرك هذا مقص هندي. هذا على طول. ما يتفاهم، ما يتغشمر، عشان انت ما تبي، ما يبي يد اليسار، شو نسوي؟ نقصها، اوكي؟ اوكي، زين. الحين راح نرد المقص الهندي، المقص الهندي، تمام؟ الحين راح نبطل هذا. شنو هذا؟ دخل ايدك. لا، تعال. عشان نقص ايدك. يلا قول، واحد، قول واحد. واحد. اثنين. ثلاجة لا لا اثنين اثنين ونص اثنين وسبعمية وخمسين ثلاث. أوه لحظة 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 لحظة. إيده 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 إيده. أبا 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 أبا. طلع يدك طلع يدك طلع يدك. أبا 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 أبا. أوكي يلا حبيبي. إيش رأيكم زين هذه؟ الحين نسوي لكم شيء ثاني، اوكي؟ راشد شد حيلك، ركز في التمرين، ركز في المباراة، فاهم؟ اوعى تسرح جزء من الثانية بره اللعب بتاعك. تفكيرك ودماغك وكيانك كله في قلب الحلبة، فاهمني؟ دفاعي معايا فوق، ايدي ما تنزلش. هو بيلعب بوكس معاك، هو هيشتغل معاك على البوكس، عايز قلبك شجاع كقلب النمر. شد حيلك. ما افش يا راشد فهمني، ما افش. اتحرك كتير. حرك يا بطل. باي. يلا بطل. ستارت بوشينج. اسرع عاش. احسن. ها
استاذ البوي انت من جيبوشك ها جيبوشك احسن برافو احسن جميل ركب لا اسرع اسرع هو الان من رجليك شغل برجليك هو الان منها احسن شغل رجليك شغل رجليك يا راشد سرعه دفعك معاك حرك حرك احسن ها بسرعه ماشي حط خلفيه ايوه بسرعه خلفيه مستقيم على المعده فرعاش ابعد عن الحب خش جوه اسرع خش جوه ما تقعدش حرك Thank you.